حيت بصح الملاهي خرجوا بزاف لي زارتيست، شحال من فنان ما كانش كيعرف يغني وتعلم تعلموا في الملاهي الليليه، حيت ماشي انا قلت زعما انا قللت منهم، بالعكس ما عندوش فين غادي يخدم، فين غيخدم؟ غيتسنى فيستيفال حتى المره في العام يخدم باش غادي يعيش، باش غادي ياكل؟ المصاريف ولات بزاف والحياه صعيبه بزاف، واي واحد اي شاب او لا اي واحد انت كتعرفي الناس يعني الناس مساكنه الله كتقاتل الدار باش تشريها، خصك فلوس وليداتك باش تقريهم، خصك تقريهم بريفي باش يقراو مزيان، يعني بزاف الظروف. يعني شنو غدير؟ تبقى تستنى مثلا فيستيفال ولا حفله؟ يعني هادو حنا ما عندناش انتاج، ما عندناش فيستيفالات بزاف، ما عندناش بزاف الحاجات، يعني نهار غادي تحتاج، يعني ما تبقى يعني ما تبقاش قادر انك تخدم، ما تبقاش قادر انك مثلا تشتغل، ما تحبس اولا مثلا دير شي باز كبير وتخدم في دي سواغي بشي بخي خيالي، ديك الساعه غتحبس، غتكون ديك الساعه ساتيسفي ماديا. جديد ديالي اغنيه سميتها بزاف الاغاني ماشي وحده، المهم عندي اغنيه مع السول اي، عندي اغنيه راي، عندي اغنيه رومانتيك، عندي بزاف الاغاني، عندي بزاف لي شانسون، عندي اغنيه مغربيه 100%، هادشي كامل كنوجد ليه. ابخي رمضان غتنزل اغنيه تبع اغنيه، يعني ما نبقاش نتعطل، يعني اموا ادمي غنبدا ننزل شانسون تبع شانسون من ورا رمضان ان شاء الله.